السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في ماشين من جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا القناة والناس القدام كذلك. اذا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد واخيرا سافرنا، غادي نشارك معكم السفر ديالي، وبالضبط غادي نشارك معكم النهار الاول من السفر والثاني، وما ابخي ان شاء الله غادي نشارك معكم اشياء اخرين في السفر ديالي. يعني هذا اليوم الاول، كما كتشوفوا معايا هنا في هاد لافيل صراحه زوينه بزاف. دوزنا فيها يعني يومين تقريبا، وصراحه كان صد ما نعاودش لكم. ومع ذلك يعني الغدي كانت شويه جو صافا، وصراحه زوينه فيها ما يتشاف. اللي بغات العنوان او السميه ديال البلاصه انا غادي يعني نقولها ليا، انا غنكتبو لكم لي مهتمه بطبيعه الحال المهتمات. وصافي كما كتشوفوا هنا فيها اللي فيها بزاف زوين، هاد المآتير وهاد البنايات القدام، يعني فيها ما تشوف بزاف خصوصا في سونتروفيل. انا غادي نصور لكم تشوفوا سونتروفيل بالضبط. المهم دوزنا ليله في ديك في سونتروفيل، غادي تشوفوا معايا كذلك الدوره اللي غندير لكم في الغرفه ديال الاوتيل اللي كرينا. هنا الطريق يعني حتى دخلنا لهنا الصراحة ضربنا طريق طويلة، شي تقريبا شي 7 سوايع، قلت 8 سوايع ديال الطريق. وصافي هانتوما معايا البنات كما قلت لكم، غادي تشوفوا معايا بعض المناظر وبعض الأشياء اللي صورت. صراحة ماشي صورت كل شيء، لكن بعض الأشياء اللي عجبتني أو لا بعض المناظر اللي كتستحق انك تشاهديها يعني تصوريها، بحال يعني بلايص معروفين في المنطقه، و يعني معروفه بهذا الواد اللي كيكون فيها جوج جويدان معروفين بزاف. وابخي غادي تشوفوا معايا الجوله في سونتروفيل دابا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذه هي الدخله ديال الغرفه ديال الاوتيل كرينا، صراحه زوينه بزاف ونقيه نقيه. هذه هي الدخله ديالها، من الداخل كتلقاو المهم هنا في الغرفه كاين هذا البيغو، هنا كاينه لابوبيل، وهنا كاينه واحد الفيترينه كما كتشوفوا فيها المرايا. وصافي هنا فيه هاد لارموار، هاد الماريو والبلاكار، المهم فيه بزاف ديال لي زيطاج، ممكن تحطي حوايجك الحوايج ديال الدراري، هاد الشيء باش عجبني. يعني فيها بزاف البلايص شفتو، يعني ممكن تجمعي حوايجك هنا كاملين وديال ولادك ايضا. زوينه البنات اللي عندهم وليدات راه زوينه. شوفوا راه كاين جوج بلايص صراحه، ما كناش يعني هذه اللي لقينا، يعني ما كناش عواني اننا نباتوا هنا في هذه البلاصه، غير يعني جبت هاد الظروف وشديناها غير في اخر لحظه، ماشي هذه اللي كنا عوالين عليها، ولكن كوميم راها مزيانه شويه ماشي. وهنا لولي، بالنسبه لولي يعني لقيناهم غير هكايا، ما يعني ما بقاوش دوك اللي فيهم وحده، ولكن كتبان بحال وحدانيت هكايا. صراحه عجباتني بزاف حيت نقيه، اهم حاجه انها نقيه، فيها كل شيء مجهزه وصراحه رائعه بزاف. المهم فاش تقضي لي لو صافي. وبالنسبه للناس الا كانوا بزاف راه كنظن يعني هذه كافيه جوج الناس كافيهم، الا كانوا كثروا وليدات هكايا ما عرف. المهم انا ويعني حنا غير حنا يعني كفاتنا، وغير ولدي باقي صغير، ويعني غير بقات دوك البلايص لقينا فيها جوج ليلي يعني ديال الدراري الصغار. وهذا سال دو بان، هذا دوش او تواليت، صراحه هو زوين بزاف ونقي، فيه كلشي مجهز. هنا الشوفاج الا كنتي غادي تحطي شي حاجه، هنا كاين ساشلين ديال لي شوفو، وخلاص هنا لافابو، والفوق كاينه المرايه كبيره ما غاديش حيت غنبان فيها. وهنا خلاص الدوش حتى هو فيه كلشي، شامبوان فيه سيرفييت، يعني كلشي مجهز كما كتشوفوا. ونقي اللي عجبني هنا البنات انه نقي بزاف، انا كتعجبني الحاجه تكون نقيه، هذا هو الاهم. وصافي هذا هو سال دو بان، وصافي هنا الدخله ديال الباب كما كتشوفوا، يعني زوينه في الديكور ديالها في كل شيء.
صافي كاين حتى التلفازه يعني فيها كل شيء اللي بغا. صراحه احنا يعني دوزنا فيها غير ليله. ابخي ان شاء الله غنصولكم الا مشينا لبلاصه اخرى، غنصور لكم البلاصه الاخرى اللي مشينا ليها وصافي. كما قلت لكم هذه ما كناش عوالين عليها، شدينا غير في اخر لحظه ولكن ما بيهاش. وصافي هنا كاين هاد الفيترين اللي قلت لكم، راه فيها المرايه من ديك الجنب، وهنا فيها هاد العلاقات اللي بغى يعلق الحوايج ديالو ولا شي حاجه، يعني فيها فين تحطي كل شيء. هنا العلق، وهنا فين تحطي صبابتك او الصاك ديالك او اي حاجه عندك جبتيها. وصافي صراحه انا ما هزيتش معايا، يعني خلينا كاع الباجاج وداك الشيء ديال السفر ما طلعتوش معايا، حيت كما قلت لكم دوزنا فيه غير ليله وصافي. هذه هي الغرفه ديال الاوطيل اللي كرينا البنات، بغيت نشاركها معكم وغتبان لكم السميه ديالها وكل شيء اللي بالنسبه للبنات اللي مهتمين واللي بغاو العنوان اكيد راه غنحطو ليهم. بالنسبه لهاد المدينه هي هذه، راني صورتها من الفوق كتبان لكم كامله. ومن هاد المنبر تحيه للبنات اللي ساكنين هنا المغربيات المقيمات هنا، كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. هنا طلعنا واحد الفوق ديك واحد البلاصه في سونتر فيل الفوق، وكتبان لك المدينه كلها من التحت وفيها ما يتشاف صراحه. وهنا كاين واحد الكنيسه ديال البلاصه، كبيره بزاف صراحه، ما عمري دخلت لشي كنيسه. يلا انا صورت هنا مع الدخله وانا نرجع، ما عمري صراحه دخلت لشي كنيسه، ولكن داكشي ديالهم عادي كما كنشوفوا في الافلام دوك الكنائس كيقوموا بداكشي ديالهم. واخا ماما وصافي البنات، يعني صورت غير الاشياء اللي يعني ما صورت كلشي كما قلت لكم. صافي هنا كاين هاد البنايات في الجنب ديال الكنيسه، يعني هنا كيكونوا فيه السياح بزاف، كاينين الناس بزاف ديال السياح خصوصا يعني شهر 8 وهذا الناس كيدوروا. وصافي البنات هنا كاينه هاد الخريطه ديال اليوم، فيها يعني التصغير ديال البلاصه ديال المدينه، فيها كل شيء غادي تبان لكم. شفت هنا واحد لا توغيفيل صغيره، ماشي يعني ماشي حقيقيه، ماشي بحال ديال باري، يعني هذه دايرينها في هذه البلاصه غير يعني صغيره، غير كتمثيل صغير، ماشي حنا كاينين في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا هنا فين كنتواجدوا دابا في هذه الخريطه. كاينه هاد لا توغيفيل غير هنا احدانا هنا الجنب صافي. وهنا ديك البلاصه الاخرى اللي فيها دوك المآتير هنا كتبان لينا من التحت. وهنا هذا القلم حتى هو راه معروف هذا ديال هذه البنايه على شكل قلم ولا على شكل ستيلو. المهم حاولت نركز لكم شويه على المناطق ولا الاشياء او البلاصه اللي معروفين واللي كيستحقوا المشاهده، يعني ماشي اي بلاصه. واخا ماما اي. وصافي البنات دائما في لافيل، كانت هذه الجوله اللي درت لكم في المدينه اللي سبقنا ليها، وكان هذا هو النهار الاول في السفر ديالنا البنات. اليومين اللي دوزنا هنا في هذه البلاصه هذه صراحه زوينه بزاف وفيها ما يتشاف. هكا كيكون الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نشارك معكم الايام المقبله من السفر ديالي. هذا فقط اليوم الاول كما قلت لكم، كنتمنى يعجبكم الفيديو. راه ولدي ما خلانيش بلا هضره بزز باش كنهضر. وصافي البنات ما تنساونيش اللايكات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش يعني كلشي يشوف لا فيديو وتقبل القناه ديالنا ان شاء الله. كنتمنى يعني تستمتعوا معايا في هذا الفلوق اولا في هذا لا فيديو هذا، وايضا ما تنساوش تشتركوا في القناه الى كنت جداد، والى اللقاء مع الفيديو مقبل ان شاء الله وفلوق جديد، والى اللقاء.